طيب تاني حاجة، في ستات كتير جدا ورجالة برضو لما بيستعملوا اي شامبو او سبراي او بلسم، حتى سبراي للتساقط او بلسم، بتقول دايما لا ده الشامبو ده بينشف شعري قوي، او البخاخ بتاع الشعر بينشف شعري جدا. مظبوط. ايه الحل؟ في حل بسيط خالص. الحل البسيط انك تجيبي 20 سنتي من اي زيت يكون قوامه خفيف يتحط فوق الشامبو معاه، يعني في نفس الازازه. في نفس الازازه. تمام. هيفرق معاها جدا. الزيوت الطبيعيه اللي هي الخفيفه القوام هتمنع ان شعرك ينشف بسبب موضوع الشامبو او الاسبراي. من افضل الزيوت اللي ممكن تعتمدي عليها على الاطلاق زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا بالذات ممكن يمتزج باي شامبو، اي مستحضر انت بتستعمليه، وفي نفس الوقت زيت الجوجوبا مستو كمان ان هو بيعالج الهيشان، بيعالج التقصف. في ميزه كبيره جدا انك ممكن تستعمليه قبل السشوار او اي او مكوى الشعر، ممكن يحمي شعرك لو بتسيبي شعرك من اشعه الشمس، ممكن لو نازله بسين يحمي شعرك من البسين، ممكن استعماله بشكل يومي. زيت الجوجوبا لو بيور ممكن استعماله بشكل يومي بدل السيرم او الحاجات اللي بيبقى فيها سيليكون اللي ممكن تضر شعرك. زيت الجوجوبا، اي نوع زيت جوجوبا بس المهم يكون بيور. ممكن، هو المفروض الزيوت اللي عادة بتستعمل كحمام زيت، لا زيت الجوجوبا ممكن نستعمله بشكل يومي. الميزة الأكبر برضو في زيت الجوجوبا إنه مش للشعر بس، لا كمان ممكن استعماله للبشرة. يعني بعد إزالة الشعر أو كمزيل للميك اب، من الحاجات المميزة جدا زيت الجوجوبا. لو قرينا على كل الفوائد والفيتامينات والمعادن والزنك والحاجات الجميلة والأوميجا 369 في زيت الجوجوبا، هتخليه هو المتربع على عرش الزيوت بتاعة الشعر والبشرة. آخر حاجة، لو حضرتك بتعاني من تقطيع في البول، البول بتقطع، مشاكل وحرقان جامد في البول، مشاكل في القدرة الجنسية أو الضعف الجنسي، أو لو واحدة سيدة عندها مشاكل في أعراض بعد انقطاع الطمس، بنرشح ليكم الكبسولات، أي كبسولات بتحتوي على بذور اليقطين أو بذور القرع. بذور القرع أو بذور اليقطين من الحاجات المميزة جدا جدا لتقليل أعراض بعد انقطاع الطمس، أعراض تضخم البروستاتا عند الرجال اللي بتسبب تقطيع في البول، مشاكل في التبول، مشاكل سلس البول عند الرجال، برضو كمان مشاكل الضعف الجنسي عند الرجال، هتفرق معاهم جدا لو استعملوا البذور زيت اليقطين. كمان برضو بذور زيت اليقطين من الحاجات المميزة جدا لتحسين المزاج، لتقليل التوتر، في نفس الوقت برضو بتساعد على نمو الشعر. في دراسة اتعملت ان على الرجال اللي استعملوا بذور او زيت بذور اليقطين، كبسولات زيت بذور اليقطين لمدة 6 شهور متتالية، حصل نمو للشعر بنسبة 40% زيادة. فليه فوائد كتيرة جدا كمان في زيادة نمو الشعر، ومميز لصحة القلب ان هو بيقلل الكوليسترول والدهون الضارة. زيت بذور اليقطين فيها الكاروتينات اللي هي فيتامين ألف، فيها فيتامين سي، فيها زنك، فيها بيتين، فيها كل المعادن اللي ممكن شعرك أو البروستاتا أو الناحية الجنسية محتاجاها، وبرضه في نفس الوقت مفيد للسيدات بعد انقطاع الطمس.